يعني يمكن القول بأن العدو الإسرائيلي أعاد مشهد الأسبوع الفائت حينما بدأ باستهداف مدينة صور يمنة وشمالا، اليوم غارات متكررة على مدينة صور عمق المدينة وليس قضائها كما جرت في الأيام الماضية. كان هناك عدد كبير من الغارات استهدفت عدة مناطق، أولها كان مبنى سكنيا ما يعرف في أفران البحر، إضافة إلى مناطق على مطلة على الكورنيش البحري، كورنيش صور المعروف بجماله. الغارات وأعمدة الدخان كانت بشكل كبير في سماء مدينة صور، كان هناك ما يقارب 8 غارات أدت إلى جرح عدد من المواطنين، ولكن عمليات الإخلاء التي سبقت هذه الغارات حدت من الخسائر البشرية، خاصة وأن المتحدث باسم الجيش العدو الإسرائيلي كان قد أنذر سكان صور، وبعدها بحوالي ساعة كان هناك اتصال هاتفي إلى بلدية صور، الاتصال جاء من العدو الإسرائيلي وهو ما أجبر البلدية على الإيعاز لفرق الدفاع المدني، وأيضا كشفت الرسالة الإسلامية للعمل عبر مكبرات الصوت وإنذار السكان وإخلاء من تبقى من هؤلاء المدنيين في مدينة صور. الغارات استمرت في المدينة حوالي الساعة وخلفت دمارا كبيرا في مناطق عدة كانت قد استثنت من الغارات الماضية، أغلبها كانت شوارع وأبنية سكنية، لا يوجد أي مقار حزبية أو حتى مقار عسكرية. أما عن غارات العدو الإسرائيلي في عموم الجنوب صباح اليوم وحتى هذه اللحظة، فقد كان هناك غارات على النبطية، إضافة غارات بي المنطقة الواقعة بين زوطر الشرقية وعلمان. يذكر أن زوطر كانت قد شهدت مجزرة بالأمس استشهد خلالها 6 أشخاص. الغارات امتدت إلى بلدة الرمادية فضلا عن بعض الغارات في مجرى نهر الليطاني حاصبية، إضافة إلى منطقة ياطر هذه البلدة الأساسية. كان هناك غارة عنيفة على بلدة البرغلية، إضافة إلى ذلك غارة استهدفت بلدة جبال البطم. الغارات أيضا كانت في زبدين وكفر رمان والنبطية وسط المدينة، إضافة إلى المناطق الحدودية التي لم يستطع العدو الإسرائيلي التوغل فيها كعيترون على سبيل المثال قبل أن ينسف العدو الإسرائيلي مبان عدة وسواها بالأرض. هذا الأمر كرره اليوم أيضا في بلدة العديسة التي تشهد اشتباكات عنيفة بين العدو الإسرائيلي وعناصر حزب الله. من جهة أخرى هذه التفجيرات يسعى من خلالها العدو الإسرائيلي بحسب المصادر الميدانية إلى خلق نوع من مجال الرؤية الإضافي فضلا عن تسويتها بالأرض لمنع إعادة بنائها والعمل على خطته القاضية بالامتداد 3 كيلومتر في الداخل اللبناني كشريط آمن كما يحسب. الاشتباكات مع حزب الله كانت في أغلبها في عيترون في العديسة رب 30 وكفر كلا، فضلا عن ضربات مدفعية ورشاشات ثقيلة من قبل حزب الله باتجاه هذه المناطق لمنع إحداث ثغرة من قبل جنود العدو الإسرائيلي، وهو ما أثر في تحركهم من جهة، ضرب مواقعهم وتجمعاتهم من جهة، وتدمير عدة آليات لهم من جهة أخرى. لابد من التأكيد على نقطة هامة بأن جرافة تابعة للجيش اللبناني تعرضت لضربات أو لغارات من العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها فتح طريق بين منطقة القلاوية وكفر دونين. هذه المنطقة طبعا كانت قد تعرضت لقصف عنيف خلال اليومين الماضيين. فقط نقطة هامة نتحدث فيها وهي البقاع الشرقي، حيث تم استهداف أكثر من نقطة ومنها بلدة تولين ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء، في حين بلدة الحلانية تعرضت لاعتداء وأدى إلى 4 جرحى. طيب يعني أستاذ حيدر، هذا ما يتعلق بالشق الميداني ذكرته، فيما يخص الشق السياسي، يعني المبعوث الأمريكي وصل إلى إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في لبنان، يعني هل ترى بأنه من الممكن أن تؤثر هذه الزيارة لأموس هوكستين على مستقبل الوضع الأمني في لبنان؟ ولا هناك فرصة حقيقية لنجاح وقف إطلاق النار؟ قلت لي تعطي نتيجة نهائية؟ بالتأكيد هي لن تعطي نتيجة نهائية، ولكن إحداث ثغرة من الممكن جدا، خاصة ما رشح من شروط جديدة وضعت في القائمة، أو دعيني أقول شروط عدلت من قبل الولايات المتحدة وخففت الشروط الإسرائيلية
التي كانت تفرض على لبنان كتهديدات، ومنها على سبيل المثال الجيش الإسرائيلي سيقوم ويشرف على موضوع تفكيك سلاح حزب الله، العمل بحرية في الأجواء اللبنانية، إضافة إلى التوغل داخل الأراضي اللبنانية وأبعاد حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني. كل ذلك لم يعد موجود في الورقة الجديدة، فضلا عن تأكيدات على أن الجيش اللبناني هو الذي سيسيطر على المنطقة الجنوبية بالتعاون مع اليونيفيل، فضلا عن إضافة 8000 من عناصر الجيش اللبناني من جنوده سيتم تطويع أعداد إضافية. والكلمة الأولى والأخيرة للقرار 1701، وبالتالي قد تحدث ثغرة ولكن لن تأتي بنتيجة نهائية على مبدأ التفاوض على يعني العكرة هذا للحصول الاجتماع على 3. أستاذ حيدر بين هوكستين والقيادة الإسرائيلية لن تؤثر على قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن لبنان؟ لن تستطيع التأثير. هوكسين لا يعمل على مبدأ أنه يستطيع التأثير على إسرائيل، هكذا عودنا من خلال المفاوضات السابقة، ولكن هو يستطيع تقديم أوراق. ومن جهة أخرى الأوساط السياسية في لبنان تعتقد بأن هوكسين عندما تضطر إسرائيل للتفاوض تأتي بهوكسين لكي تبتلع المصائب التي تراكمت عليها، خاصة إذا راقبنا زيارتين لهوكسين، الأولى أتى فيها إلى بيروت بعد استهداف مبنى منزل رئيس الوزراء نتنياهو، في اليوم التالي كان في بيروت. أما من ناحية أخرى فمجيئه بالأمس إلى تل أبيب جاء بعد تصعيد كبير من حزب الله وتفوق في الميدان، خاصة وأن إعلام العدو اليوم يتحدث عن الخسائر الهائلة في جنوب لبنان وسط عدم تقدم. وبالتالي اليوم هوكسين يأتي لحل وسحب أي سواد وجه للعدو الإسرائيلي. طيب ماذا عن القوى السياسية اللبنانية؟ هل تستطيع أن تفصل بين جنوب لبنان وما يحصل في غزة؟ عذرا ولكن لم أسمع السؤال بشكل جيد، هناك أستاذ تدفق حيدر، الصوت. القوى السياسية اللبنانية هل تستطيع نعم. أن تفصل بين جنوب لبنان وبين ما يحصل في غزة؟ يعني هناك اعتراض نوعا ما من ناحية فتح الجبهات، هذا شيء لا يخفى على أحد. بعض نعم. الأحزاب تقول بأننا نحن مع حزب الله ولكن لسنا مع جبهات الإسناد الموجودة. إن كان العدو الإسرائيلي سيقاتل لبنان ويعتدي عليه سنقاتل العدو الإسرائيلي، ولكن لماذا نزوج بلبنان نعم. إلى هذه بوتقة النار الموجودة؟ ولكن من ناحية السلم الأمن والأمن الداخلي هو موجود 100%. هناك اعتراض على جبهة الجنوب، ولكن اليوم بعد الاعتداءات الإسرائيلية لم يعد هناك وقت كما يقول الساسة لهذا الرفض، وإنما اليوم كما يقال في مثل شعبي هنا في لبنان، انتشل أخاك من فم الذئب ومن ثم عاتبه لماذا خرج وحيدا. أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من بيروت حيدر مخلوف صحفي، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.